السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده ممتاز جدا لو انت عايز تدي اي كورس، بيبدأ ينظم لك الافكار بتاعتك. تمام، يعني مثلا انا عايز مثلا اسلامك ارت، هقول له يلا، هيبدأ بقى يقسم لي الفصول اللي موجودة في الحاجات اسلامك ارت دوت اهو. فبيقول لي ممكن انتروداكشن او اسلامك، ولا اركتكتشر اوف اسلامك ارت، ولا اسلامك جيومتريك ديزاين. طيب بيقول اعمل ساين، فهو بيبدأ يجهز المنهج اللي احنا هندرسه. فبيقول لي الانترودكشن والهيستوريك باك جراوند اند كونتيك. طيب هقول له ستارت ليسون، ابدأ اديني الليسون اللي انا هبدأ اشرحه للطلبة. كل واحدة من دول مجرد بس تقول له ستارت ليسون يبدأ يجهز لك المنهج. كلامك على العمارة الإسلامية. طيب انت الكلام كتير بالنسبة لك، قول له اديني ملخص، ايه الخاص الكلام. طيب انت حاسس ان الكلام مش واضح، قول له اديني امثلة، يجهز لك امثلة. بدأ يجيب لك شوية امثلة زي مسجد في مكة او تاج محل وقصر الحمراء وسلطان حسن في القاهرة وبلو موسكو اللي هو في اسطنبول، المسجد الازرق. طيب بعد كده دي امثله موجوده، خلاص فهمنا القصه. طيب ممكن بقى حد من الطلبه سالك سؤال وسؤال بايخ، خلاص ابدا اسال السؤال. تمام، يعني السؤال اللي هتاخده من الطلبه تساله الذكاء الصناعي يديك الاجابه، فهيساعدك كتير جدا في تحضير المنهج للطلبه. فزي ما انت شايف فكره التعليم نفسها اتغيرت تماما مع الذكاء الصناعي.